اما موضوع اتهامنا انه دوله داخل الدوله، صارت نغمه قديمه الحقيقه، ما صرنا فتره ما عم نسمعها. ما بنسمعها. خليني اسال، شو هي الدوله؟ الدوله هي مؤسسات، هي قوى امنيه، هي قضاء. طب كل هالاعمال تمارسها الدوله اللبنانيه بشكل طبيعي، هي عند حواجزها وعند قضائها وعند جبايتها، وبالتالي في حكومه وفي مجلس نيابي. نعم، انا بعترف ان حزب الله لعله اقوى واهم واكبر تنظيم جهادي سياسي موجود في لبنان والمنطقه،